اهلا بيكم في قناة هاوس جاردن. دلوقتي انا هوريكم ازاي نحمي زرعنا من العصافير. دلوقتي اللي انا زرعه قدامكم ده جرجير. دلوقتي انا ازاي احميه ان هو ما يتاكلش من العصافير او اي حاجه تتاكل. هنشوف بصوا ازاي. دلوقتي احنا نجيب شبكه عادي اهي من عند اي حد، من عند اي نجار من اللي عنده الشبك ده، هنجيبه ونحطينه كده اهو بالشكل ده. ولما تبدا تكبر نبدا ايه نوقفها كده شويه. وبالطريقه دي انا اقدر احمي الزرع بتاعي من العصافير من العصافير تاكله، عشان انا كنت بزرع حاجه زي كده تقوم جايه على طول العصافير واكله. دلوقتي لما احط عليه الشبكه دي كده بالشكل ده انا كده حميت الزرعه دي من ان هي تتاكل من العصافير. لو عجبتكم الفيديو اشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.